طبعا الملاعب ومختلف التجمعات اين يلتقي الانصار تعتبر من التجمعات. هذا الشيء اللي خافت منه الحكومه والسلطات انه يكون طريقه لتفشي الفيروس اللي احنا رانا في منأى منه يعني مشاكل بلا. ولكن ما عندناش حالات كبيره بزاف اللي راهي باش نحبسوا ونديروا لي ماتش او ويكلو. احنا ماذا بينا الفريق تاعنا ديجا فريق وفاق سطيف راهو يلعب على جبهتين ولازم ان شاء الله ان يكون الجمهور مساند للفريق تاعو. اسمع مش راح تخدمنا الاويكلو هذه مش راح تخدمنا بدون جمهور. يعني نقدروا نديروا احتياطاتنا ونقدروا نديروا الاجراءات اللازمه. اما بالنسبه لتاع الجامعات كطالبه انا ضد هذا القرار تماما، لانه بالنسبه ليا ما راح يجيب حتى فايده، او كونترير راح تزيد صرا ديكالاج راح يزيد صرا تاخرات، وين رايحين نضر روحنا ويعني كطلبه. انا مع قرار الوزاره قد ما نتجنبوا هذا الخل المرض قد ما يعني يكون كما نقولوا حنا يكون اقل كما نقولوا حنا قد ما تتجنبوا قد اقل ضررا. مع حنا المجتمع تاعنا ناقص ثقافه صحيه وناقص ثقافه غذائيه ويحتك برك ما على بالوش الشباب تاعنا يحتك ما على بالوش واش ما هي الاضرار اللي راح تسببها له ما هي صافي التيفيتي قد ما التيفيتي خير. صدقيني يعني موضوع غلق الجامعات انت طرحتي لي الكيسيون تاع انت مع او ضد غلق الجامعات. صدقيني انا من الناس اللي يعني كونتر غلق الجامعات. ليه؟ السبب باسكو الجامعه يعني الجامعه وحنا في مرحله امتحانات يا اخي، في مرحله امتحانات سواء الاستدراكيه ولا حتى يعني مازال الفصل الثاني راهو في السيروره تاعو، وهما عطاونا القرار تاع غلق الجامعات مالغري مازلنا ما كانش احنا كورونا احنا في ولايه ستيفن. مع قرار رئيس الجمهوريه في تاجيل الدراسه وذلك لانتشار مرض كورونا بسرعه، فيروس الكورونا بسرعه. انا نايد هذا القرار تاع انه الغاشي كامل يديروا له عطله خاطرش ما كانش تمييز بين طلبه اكل، لانه طلبه من حق الجميع تسمى العطله هذه من حق الجميع، يعني ماشي واحد تحكم في كورونا واحد ما تحكمش فيه. تسمى القرار هذا هو الاصوب يعني.